أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حتمية الثالوث. زي ما تعودنا معنا الدكتور عماد. أهلا وسهلا دكتور، مبسوطين مرة جديدة تكون معنا، وأيضا مبسوطين بالجمهور اللي معنا في الاستوديو اليوم. اليوم رح نكمل الحلقات الأولى والثانية، اليوم رح تكون الحلقة الثالثة. دكتور عماد، احنا وصلنا للنقطة الرابعة من الحاجة لهذه الدراسة، تفضل دكتور. اوكي، بكون مناسب اذا عملنا شويه مراجعه على وين كنا عشان نكمل. وهي العناوين وحسب الشاشه على الباوربوينت. شفنا انه ضروري ندرس عقيده الثالوث اولا لاجل تصحيح اخطاء شائعه في التاريخ وفي زماننا الحاضر، هذا اول شيء، وعالجنا الموضوع بشيء من العمق، شفنا هاي الاربع اشياء. ثم تناولنا موضوع الحاجة لتوضيح، أو سبب ثاني ليش يجب أن ندرس عقيدة الثالوث، أو الحاجة هي لتوضيح مركزية عقيدة الثالوث بالنسبة للعقائد الأخرى. يعني إذا كان عقيدة الثالوث موجودة، إذا كان هي مش حقيقة، كل الإيمان المسيحي ينهار. وشفنا بعض هذه الأمور، أنه على المستوى الأكاديمي والعام، عامة الناس بكل مكان يجب أن يعرفوا هذا. سبب ثالث هو توضيح الفرق بين الوحدانية في ثالوث والوحدانية المطلقة، الفرق بين الاثنين. في كل نظام بيفترض اشياء، عقائد معينة او حقائق معينة عن الله او صفاته او تعاملاته، ولها ابعاد ونتائج بحياة الانسان، ولها ابعاد ونتائج في حياة الله، طبيعة الله. فكل نظام بيفترض وعنده ابعاد نتائج، وهنا بصير المشكلة، لدرجة انه بصير في هجوم على الثالوث وبصير في تساؤلات على الوحدانية المطلقة، يعني الاثنين. فنحن لازم نعالج هالموضوعين ونساعد أحبائنا بكل الأديان أن ننظر إلى الله بطريقة جديدة خاصة بشرقنا. وآخر شيء كنا عم قلنا سبب رابع اللي أشرت إلى حضرتك، اللي هو ضروري الحاجة لدراسة عقيدة الثالوث، هو نابع من الحاجة لمعرفة الله في ذاته. فكنا المرة الماضية في هذا، ف كان السؤال منك انه يعني هل نجرؤ ان ناتي الى الله ونسال عن الذات الالهيه والجوهر الله بقدسيته، هل مسموح للانسان؟ وشفنا انه في عده لاهوتيين قالوا بعد عن الموضوع، ما تقربش، مش مكاننا. وشفنا يعني انه هذا الشيء، لكن ابتدينا نشوف في اسباب ليه الرب بيريدنا ان نعرفه بذاته. ومرة أخرى لما بنحكي عن معرفة الله بذاته، هي معرفة صفاته كما هو قبل الخليقة أو باستقلالية عن الخليقة، كما هو بذاته. فبالعكس الله يريدنا أن نعرفه. فكنا عم نحاول نوضح شو اللي في الكتاب المقدس بيعلن إلنا إنه الله يريد منا كبشر أن نعرفه بذاته كما هو بصفاته قبل التاريخ وقبل وجود الإنسان كما هو. فشفنا المرة الماضية إنه الله أعلن عن ذاته، عن وجود نشاط في ذاته أزليا، في علاقة، في يعني عن وجود، هنقول علاقة في ذاته. طبعا هناك وحدانية لله، هو إله واحد، لكن ضمن هذه الوحدانية في سرية عجيبة اكتشفها، ابتدى الله يكشف عنها تدريجيا، ما نسميه بعقيدة الثالوث. وشفنا انه فعلا بطرق مختلفة الله يعلن عن ذاته، اسم أهي ويهوه. شفنا عن الحديث الإلهي اللي بتحدث بالمفرد والجمع، شفنا انه الله في كلمات فيها تعددية ووحدانية بنفس الوقت، شفنا ألوهية المسيح اللي موجودة ومخاطبته لله أبيه، الله الآب والله الإبن وحديثهم الشخصي، شفنا هاي الأمثلة، شفنا بصلاته الكهنوتية عفوا لما يقول مجدني أنت بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم، يعني في هذه العلاقة والمجد المتبادل، كلامه عن المأمورية العظمى باسم الآب والإبن والروح القدس، حتى موضوع الروح القدس، الإشارة للروح القدس وعمل الروح، علاقة الروح القدس مع الآب ومع الإبن موجودة بكثرة في صفحات الكتاب المقدس، وهكذا دوالي. يعني أدلة واضحة إنه الله يعلن عن وجود علاقة سرمدية بذاته قائم. أو أعطيك مثل آخر، المعمودية، معمودية المسيح لما تعمل، الروح القدس نزل عليه بهيئة حمام،
وظهر صوت من الآب السماء وهذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الآب بيحب الابن وبيفرح فيه كثير، بيحبه بيعشق بيحبوا بعض كثير، وهذه العلاقه قائمه سرمديا من دوننا قبل قبل الخليقة العالم. قبل تاسيس العالم وتبقى هكذا، وطبعا هاي لها ابعاد على معنى الخليقه يعني، وهكذا فهو هكذا هو. فلما خلق الدنيا هو خلق الدنيا ليس لحاجه في ذاته، هو مش انه بريد يخلق خليقه مشان هو شاعر بالعزله يعني أو بده ناس يحبه. هو عنده المحبة في ذاته سرمديا، عنده الفرح في ذاته سرمديا. فإذن السبب الوحيد لخلق العالم هو حتى يشركنا بمحبته بفرحه بمجده إلى أبد الآبين، ما في سبب آخر، ليس لحاجة عنده، لكن من فيض الفرح والمحبة والحب الذي فيه. فالخليقة هي عبارة عن انفجار الحب والفرح في الذات الإلهية، صارت الخليقة ليس لحاجة عنده، لكن حتى يشركنا نحن في هذا الفرح الهائل. بمعنى ثاني، لما نختبر الله هنا على الأرض في تعامله معنا، لما يستجيب صلواتنا ويعمل إشياء ويشفي أمراضنا ونختبر الخلاص وهكذا، هو هذا نابع من صفاته كما هو في ذاته، وإحنا دورنا نكتشف. نكتشف يعني. مش نقترح. بالضبط. إحنا عم إحنا نكتشف الإعلان الإلهي في كلمته. نعم. نحن نحصل نأخذ بالنعمة. لا نملي على الله ما يكون، بل نستلم. نحن عبيده. نحن هو اللي خالق. هو الخالق ونحن المخلوقين. ما منعكس الموضوع. ننسى إحنا. البشر. أنا بحكي البشر عامة يعني. أو بمعنى تاني. عظمة سمو هذا الإعلان. سموها الإعلان هو السامي فوق المقدرة البشرية، يصبح أعظم قوة مغيرة للإنسان بسبب سموه وليس بالعكس. يعني لأنه سامي في أبعاده في جماله وعمقه، ولأنه هكذا يسمو يتعظم جدا عن عقل البشري، يصبح أكبر قوة مغيرة لقلب الإنسان. هيك الموضوع. إذا سمحنا له يغير. إذا سمحنا له طبعا. بدنا نفتح القلب، فهنا بيصير الثقة، ورح نحكي عن الثقة كتير. الثقة بالذات الإلهية، الثقة أنه هو عم بيحكي بصدق. إذن الحاجة لمعرفة الله في ذاته أنه الله فعلا بريدنا نعرف، ولأنه هو عم بيعلن عن أشياء، في عن نشاط في ذاته، عم بيعلن عن أشياء عجيبة في ذاته سرمديا. ثم الله أيضا أعلن أنه يرغب يشتاق أن يعرف، حتى يشتاق أن نثق به. نثق به يعني نعرف صفاته، نرمي أنفسنا على صفاته، نثق بصفاته. فمعناته لازم نعرف صفاته كما هو. فمثلا أقرأ لك بعض الآيات، مثلا إرميا المقطع المعروف، إرميا 9:23-24 بقول: هكذا قال الرب، لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني. أن بعطينا صفات، أن الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أسر، يسر بهذه أسر يقول الرب. فإذن السعي لمعرفة الله يسر قلبه، بالعكس الابتعاد عن معرفة الله يحزنه. هو ينادينا أن نعرفه ونثق بهذه المعرفة. تعرف مش قادر دكتور إلا أعلق يعني، لأنه الجمل اللي بتنحكى حوالينا، أنتوا مطلوب منكم بس تعبدوا الله، تقدموا له وترضوه، لكن إنه الله بيحب إنه نعرفه، هذا بعد آخر. إذا كان إحنا من نعبده ونقدم له شغلات من دون أن نعرفه، صار استعباد وخوف. ما عاد علاقة الأبناء والبنات للآب السماوي. إذا كان أنا بدي أعبده عن صح، بدي أعرف من هو حتى أعبد صفاته وأتغنى بجماله. هكذا هو الموضوع. سبب آخر لماذا هناك حاجة لمعرفة الله في ذاته، هو أنه خطورة، هناك في خطورة في فصل أعماله معنا عن طبيعته بدوننا. هاي بدها بدها هضم، بدها تجليس كويس. بدها تجليس. يعني بمعنى تاني، انه لما انا بركز فقط على ايش هو عمل الي
وشو عمل مع غيري وشو ساوى في التاريخ وفقط، وأتجنب ما هو في ذاته. هنا المشكلة بصير بداية أن نكتشف الفرق بين الوحدانية في ثالوث والوحدانية المطلقة. لأنه هلأ شو اللي بيعرف الإنسان أنه الله عم بيعمل أعمال أنه اختار يعملها وممكن يعمل العكس؟ شو اللي بيضمن لي أنه هو ما يغير رأيه؟ هل هو اليوم يتعامل معي بمحبة، شو اللي بيضمن لي أنه بكرة يتعامل معي بحقد؟ بس هو حر، هو الله ماشي. فإذن لازم نعرف صفاته كما هو في ذاته، والثالوث هو الطريقة الوحيدة حتى نثق بصفاته، ما في طريقة أخرى. وهذا راح نشوف. بمعنى تاني، أنا ضروري حتى أعبده في تعامله معي وأشكره كيف استجاب صلاتي، أعرف ما هو. هلأ في فرق بين هقول الله بيحبني لأنه اختار يحبني، أيوة، والله بيحبني لأنه هو محبة. هلأ لما الناس بيقول هو رحمن، أمين، هو رحيم، أمين، لكن هل هو رحمن رحيم لأنه قادر أن يكون رحمن رحيم، ولا هل هو رحمن رحيم لأنه هو بصفاته رحمن رحيم؟ إذا كان هو فقط قادر يكون رحمن رحيم، معناته رحمته كسيد إلى عبد وممكن يغير. يعني هو كان رحوم، يعني كان اتنازل ورحمني اليوم، قادر يرحمني وقادر ما يرحمني ثاني يوم، هو حر بقوته. هل كل صفات الله نابعة من قوته؟ هل هذا هو إلهنا الحقيقي؟ أم نابع من صفات حية وسرمدية كاملة أزليا ثابتة لا تتغير؟ الآن شوي مبكر الموضوع ندخل في هذا، راح ندخل به، بس لاحظ هنا كيف صار الموضوع مهم. صار ضروري أنه ما تكون علاقتي معه مقتصرة فقط على هو شو بيعمل إلي. أوكي؟ هذا الإشي. طبعا هنا خطورة أخرى، تعرف لما الناس يصيروا يركزوا فقط شو الرب عمل معي، شو الرب عمل إلي، بصير التركيز على الله هنا، على الخليقة فقط. الخطورة أنه كتير ناس تمادوا في الموضوع وصار عندهم مبدأ الحلولية. شو يعني مبدأ الحلولية؟ صار الله هو الخليقة والله واحد، صار الشجر هو الله، الجبال هي الله، الأنهر هي الله، الله هو الخليقة، هذه الحلولية. فصار في بدال ما نعبد الإله اللي خلق الخليقة، صاروا نعبد الخليقة دون أن ندري. بصير ممكن جدا لما نركز ونبعد عن الله كما هو الخالق المنفصل عن الخليقة، بصير نبعد الخليقة كأنه الخليقة والله واحد. وهذه الخطورة طبعا صعب نشوفها بسرعة، بس لما يصير واحد يركز على التركيز الخطأ بصير يحود في مفهومه عن الله. على فكرة في كتير ناس يعني عندهم إخلاص في دينهم وإيمانهم، إخلاص لمعتقدهم، لكن المعتقدهم مبني على أساس غلط. وفي ناس ما عندهم إخلاص لمعتقدهم، يعني بآمنوا فيه وقابلينه، لكن معتقدهم أو ديانتهم مبني على أساس متين، هم ما عمش خبر. رح نحكي عن هذا بعدين. كمان سبب أخير ليش يجب أن الله، يعني ضروري أن نعرف الله في ذاته، أنه هنا بصير اختبار الخلاص، بصير نبع. هنا اختبار بصير نبع للعبادة والنمو في معرفته. لما يعني اختبار خلاص، يعني اختبار إيش بصير؟ أوكي. فيه ترمني الاختبار خلاص، يعني الإنسان بشكل عام ساقط. يعني لما آدم سقط في الخطية، نحن كنا في صلبه، أخطأنا معه. فمعنى تاني لو أي واحد فينا كان محل آدم، كان عصينا نفس العصيان على الله. والله قال لآدم، أعطاه الحرية يختار، لا تأكل من هذه الشجرة، أكل وسقط آدم، فدخل الشر إلى العالم البشري، وبالخطية دخل الموت واجتاز الموت إلى الجميع. أوكي؟ الموت اقتحام، يعني اقتحام ليس في مخطط الله أن الإنسان يختبر الموت والعقاب. فالله لكن بسيادته ومعرفته الكامل ومحبته ورحمته، الله سمح في هذا، لأنه عارف شو راح يعمل، لأنه هو بنفسه يوم من الأيام راح يجي على الأرض يأخذ مكان الإنسان الساقط، يموت لأجل سقوطه وخطاياه، ويقوم في اليوم الثالث، بحيث الإنسان لما يؤمن به ينال غفران عن هالخطية وعن هالعصيان اللي عصى الله، وكأنه ما أخطأ ولا خطية، والله يلبسه بره.
لما يختبر هذا بصير هذا نقطة الانطلاق لرحلة اكتشاف عن طبيعة الله، وهذا بصير في الخلاص. وآخر شيء نيجي لإله هو ليش الحاجة لدراسة موضوع الثالوث، هو الحاجة لإظهار تأثير عقيدة الثالوث على واقع الحياة. يمكن سمعت كثير ناس أخ حسام بقول لك يعني ثالوث ومن دون ثالوث حياتي ما راح تتغير. في كثير ناس بيحكوا هيك، لكن هذا حقيقة مش عم بيعرف الإنسان شو عم بيحكي، فضروري إنه نشوف هذا الأمر. لكن لما بنحكي عن هذا الموضوع لازم نحكي ببساطة، بلغة بسيطة أي إنسان يفهم. حكينا بحلقات سابقة عن كيف إنه إذا ما بنقدر نحكي نفهم أهمية الثالوث للطفل الصغير معناته إحنا مش فاهمين. فهنا ضرورة إنه نشوف كيف الثالوث بيغير أفكاره. طبعاً البساطة لا تعني السذاجة. البساطة حتى يعني تخلص بفكرة بسيطة وراها عمق ودراسة ومدة طويلة. زي اللي بيلعب بيانو ببين أنه شيء بسيط جداً، الألحان جميلة جداً والبيانو بإيديه زي اللعبة، بس قديش خلفها مدة طويلة من التعب والتدريب. وهكذا في التأمل في الذات الإلهية، بعدين بيجي الشخص بعطي أفكار بسيطة تغير الطفل وتغير الكبير وهكذا. لكن ضروري نشوف كيف الثالوث بيحدث فرق في علاقتي مع الله، في علاقتي مع الناس، في علاقتي مع نفسي. كيف الثالوث العلاقة مباشرة مع قداستي، كيف الثالوث العلاقة مباشرة مع الكنيسة، مع العائلة، مع المجتمع، كيف بيصير هيك؟ ليس ذلك فقط، معرفة الثالوث ليست مهمة فقط للمؤمن المسيحي، إنما مهمة جدا لغير المؤمن الذي لا يعرف المسيح. يعني هنا يجب أن نوضح للعالم حقيقة الثالوث اللي هي ممكن تشكل جاذبية هائلة حتى الناس يقبلوا الله بدل العكس، مع أنه إحنا بنعتقد بالعكس. الثالوث هو طارد أو يعني مانع لمعرفة الله، وعشان هيك إحنا موجودين عشان نعمل هذا الشيء. فإذن وهذه هنا الحاجة إن نوضح الثالوث ببساطة للمؤمن ولغير المؤمن. أوكي، وهذه هي السبب الخامس ليش يجب أن نعلم مثل أو ليش دراسة الثالوث مهمة جدا. لما نقصد حياة المؤمن وغير المؤمن بنحكي المؤمن هو اللي عنده علاقة حية مع الله، وغير المؤمن اللي ما عنده أو لسه ما بدأ علاقة حية مع الله. صح، فإحنا ما بنخلي الناس هدول أقل هدول أكثر، هذا لديه علاقة وذاك ليس لديه علاقة مع الله. أمين. ولما أنا بحكي كمؤمن أنا مؤمن بحكي بانكسار، لأنه أنا مؤمن يعني المسيح غفر خطاياي، فأنا ما في شيء أفتخر فيه بنفسي، أنا عم بفتخر فيه إيش هو عمل فيه. هذا هو المؤمن، أنا بحكي بانكسار، مش إن أنا عظيم واكتشفت، إن أنا بس أخذت شيء بالنعمة من دون استحقاق. رائع. أعزائنا المشاهدين، إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات راسلونا على العناوين الظاهرة على أسفل الشاشة، وإذا في حدا ما لحق يحضر الحلقات أو لسبب أو لآخر ما كمل الحلقة تقدروا تحضروها على اليوتيوب. هلأ خلينا نشوف الأسئلة من جمهورنا العزيز. أول سؤال شادي، خلينا نشوف شادي شو سأل. السؤال بيحكي هل يمكن إدراك حقيقة الثالوث بالكامل من خلال الكتاب المقدس؟ أي عقيدة مسيحية مبنية على الكتاب المقدس، إيانا نستنتج عقيدة خارج الكتاب المقدس. عقيدة الثالوث بالذات مبنية على الكتاب المقدس، لكن توضيح العقيدة مثل الوعظ، كيف الوعظ بالكنائس الوعظ أو الراعي يأخذ مقطع من الكتاب المقدس و يحاول يشوف ترابط الأفكار مع بعض، علاقة المقطع هذا مع مقاطع سابقة أو لاحقة، يربط أمور لأنه هو بجوز دارس أكثر أو بيعرف، لكن كلها نابعة من الكتاب المقدس. أعطيك مثل من الطبيعة. الطبيعة هلأ نحن كلنا بنستخدم كمبيوتر، كلنا بنستخدم تلفزيون، نستخدم الموبايل، نركب سيارة وطيارة. نسأل أنفسنا هل كان آدم عنده موبايل؟ بنقول لا. هل كان عنده تلفزيون؟ لا. طيارة برضو لا، ولا كان عنده سيارة حتى. لكن مكونات التلفزيون والموبايل والسيارة كلها موجودة في الطبيعة، هو بس ما اكتشفهاش، بعدها موجودة. يعني كانت موجودة عنده، كل هالأشياء موجودة عنده بس هو مش عارف. نفس الشيء بالكلمة،
عمق اللاهوت والعقائد كلها موجودة في الكتاب المقدس، بس نحن ننمو في فهم ما يقول الله عن ذاته. كل ما هو حق عن الله موجود بالكتاب المقدس، بس البعض منا اكتشف والبعض ما اكتشف. أوكي. معنا كمان سؤال من أم رجاء. دكتور، اليوم درسنا عن تأثير الثالوث على واقع الحياة، وبنعرف إنه جميع المسيحيين برسموا إشارة الصليب. هل هذا لأجل تثبيت الثالوث آب وابن وروح قدس إله واحد أمين، أو إشارة إلى الصلب والصليب؟ هلا إشارة الصليب هيك، أو بعض الناس بالثلاث، هي إشارة جميلة جدا، بس زي كلمة الثالوث مش موجودة بالكتاب المقدس لكن العقيدة موجودة، هكذا إشارة الصليب على الجسم ما في أمر بالكتاب المقدس بقول أشر على جسمك بهذا الشكل، هما تعبير المؤمن بأي صورة بحب مناسبة. في ناس بيعبروا عن إيمانهم برسوم أخرى أو طرق أخرى، عرفت كيف؟ المهم أنه ما واحد يدين الآخر ليش استعمل هذه الطريقة وما استعملش هذه الطريقة، كل واحد حسب إيمانه. فاحتمال أنه فعلاً هاي إشارة حلوة لأنها تشير إلى الثالوث وإلى الصليب بنفس الوقت، لأنه الجميع بيقولوا آب باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين على شكل صليب برضو، على شكل صليب. وحلو لأن الصليب مربوط بالثالوث ارتباط مباشر، فهي صورة جميلة جداً، وما في حد يعني يحق له يقول ما تعمل هيك أو اعمل هيك أو وهكذا. زي استخدام كلمة ثالوث، مش ملزمين نستخدمها لكن جميل إذا استخدمناها. ما في شيء بالحياة المسيحية، ما في، كل هذه تعابير جميلة نابعة من إيمان وهكذا، فشيء حلو. بس وبجوز دكتور الجملة الكلمة اللي حكيتها يجب أن تكون نابعة من الداخل، لما أي إشارات أو أي عادات أو أي ممارسات نعملها بناء على إشي نابع من الداخل تعطيها حقها، لكن لما يصير التركيز فقط على الأمور الخارجية هون بصير في مشكلة. ذكرت أنت بالسابق أخ حسام عن مين هو المؤمن. ما في شخص بيقدر يصير مسيحي من ذاته، المؤمن هو ما الله يصنع به. دائما حياة المؤمن الحقيقي هي من الداخل إلى الخارج، وليس من الخارج إلى الداخل. عرفت كيف؟ أوكي. معانا كمان أجود. خلينا نشوف أجود. في جملة سلبية أو مليئة في الكلمات السلبية بس مهمة، وحاب أفهم إيش رأيك، أعرف إيش رأيك فيها. بحكي من حاول فهم الثالوث خسر عقله، ومن أنكر الثالوث خسر حياته. شو رأيك؟ مزبوط، أنا سمعت هذه بأول إيماني، وهذاك الوقت خلاني أبطل أفكر بالثالوث. يعني اللي كتب هاي العبارة هو من جماعة الناس اللي زي ما حكينا ذكرنا كالفن أغسطينوس وروبرت جينسون وغيرهم، اللي بدوافع مقدسة وجيدة، وما تقرب إلى الذات الإلهية، ما تفكر بالموضوع. الآن شفنا أنه الله بالعكس بحب أن احنا نعرفه، لكن كمان مرة أخرى بيعتمد على شو المقصود. إذا كان هون بقول من حاول فهم الثالوث، الآن شوف المؤمن بيستطيع يفهم ما يقول الله عن الثالوث، لكن من دون أن يفهم كيف ممكن أن الله يكون هيك. بفهم ماذا لكن لا أفهم كيف. في أشياء كتير أفهم ما يعلن الله عن نفسه، أنا بفهم تماما شو عم بيحكي وبتمتع بهالفهم، لكن ما بفهم كليا كيف، لأنه كتير أعظم مني، أتمتع فقط. وهنا بيصير الموضوع، إذا أنا ما بقبل، إذن أنا بقبل، إذن من حاول قبول الثالوث مش خسر عقله، ربح عقله. من حاول قبول الثالوث ربح عقله، ومن أكد الثالوث أنكر. من أنكر الثالوث من أنكر الثالوث فعلا ما بيعتمد كمان شو مقصود. إذا هو أنكر مفاهيم غلط عن الثالوث وجوز معه حق، بيعتمد شو اللي أنكر بالثالوث. إذا أنكر مفاهيم حق عن الثالوث اللي بتحكي، زي ما حكينا بعض الأشياء، كيف أحد تعابير الثالوث أنه الله أتى إلينا، إذا الإنسان أنكر هذه الحقيقة معناته خسر الخلاص، أنه الله إجا لعندك عشان يخلصك. وإذا أنكرت هذه الحقيقة بيعتمد شو قصد الشخص، فبدها شوية تعريف. العبارة هي غامضة
لأنها غامضة يمكن أفضل ما نستعملها، مع أنه بجوز الشخص اللي كتبها قصده إشي جيد، بس مش كل شيء كتب التاريخ مفيد. فكلماتها بدها تعريف شو المقصود من اللي نحكى. كلمات مش محبيها من الله. أنا بعرف بعرف مين اللي بحكيها كتير من نفس المصنع أنا وياك. تتذكر دكتور حكينا أنه مفاهيمنا الخاطئة عن الثالوث لا يؤثر على خلاصي في حلقات سابقة. فبجوز هذا يتماشى مع اللي حكيته قبل شوي، أنه الخلاص يرتبط بأمر معين، أنه الله تجسد وصار إنسان وأخذ خطيتي، وممكن يضل عندي مفاهيم خاطئة أو مشوشة عن الثالوث، هذا لا يرتبط بخلاصي أو عدم خلاصي. فخلاصنا مش في المعرفة، مش بالجهد البشري، خلاصنا بما صنعه المسيح، ليس بما أصنعه أنا. أوكي بس. في عندنا أخت ليلى عندها سؤال أو مداخلة، تفضل. دكتور أنا أنت قلت إنه الروح لما إحنا منصلي الروح بيصلي فينا. هلا لما نحنا تعلمنا كمان إنه كناس مختبرين منصلي ومنختم صلاتنا باسم الرب يسوع، فنحنا هون عم نشرك الروح القدس أو الثالوث في صلاتنا، لكن كيف نحنا بدنا نصلي بحيث إنه إحنا نهتم بوظيفة كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة؟ أوكي. شكرا لسؤالك. المضبوط إحنا لما منصلي أو منتعامل مع الله، إذا تعاملنا مع المسيح عم نتعامل مع الله كله، مش جزء منه، مش التلت. إذا تعاملنا مع الآب تعامل مع الله، إذا تعاملنا مع الروح القدس عم نتعامل مع الله، مش أجزاء في الله. عارف كيف؟ فهذا معنات إله واحد بثلاثة أقانيم، إله واحد، فأي واحد منهم هو الله. وبنفس الوقت مش مطلوب منا نجتهد بالعقل انه نرضي هذا، بلاش هذا كذا نروح نرضي هذا، مش هيك الفكره اطلاقا. ما في هيك اطلاقا، هنؤمن اله واحد. والفكره منها انه اذا تعاملنا مع المسيح نفهم باقي الاقانيم، تعاملنا مع الاب نفهم الابن والروح القدس وهكذا. فالان النمط الكتابي، النمط الكتابي هو الصلاه الى الاب باسم الابن بشفاعة الروح القدس، هذا النمط الكتابي. لكن ممكن نقول لاهوتيا، ممكن نصلي يا روح الله انجدني، يا مسيح يا مخلص، نتكلم إله نسجد له، أيها الآب السماوي. فلاهوتيا ممكن نحن نخاطب أي واحد منهم بنفس الوقت. الآن كل مخاطبة، الآن لما بنحكي عن روح القدس شفيع، ليش هو شفيع؟ الرب يسوع هو أيضا شفيع، المسيح يشفع لنا، لأن المسيح شفيع لأجل خطايانا. ليش هو شفيع؟ لأنه خلاصنا تم، ثمن خطايانا انتهت كليا، لو أنه ما انتهت ما بيقدر يشفع، هو بيشفع لأننا خلصنا. أما شفاعة روح القدس تختلف عن شفاعة المسيح، شفاعة روح القدس هي لأجل ضعفاتنا. فشفاعة روح القدس مبنية على شفاعة المسيح، وشفاعة المسيح مبنية على صليب المسيح، والآب الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. لاحظ شو عم بيصير لما بتصلي أنت إلى الله، إلى الآب باسم الابن بشفاعة الروح، شو اللي عم بيصير فيك وأنت عم بتصلي؟ روحك عم تنسجم مع الآب والابن والروح القدس، عم تنسجم. هذا هو اهتمام الروح، يخليك تختبر كل مزايا الخلاص على أساس ما صنعه المسيح لأجلك. هذا الباب بيصير بالصلاة، بغض النظر عن الظروف، بجوز ما تتغير الظروف زي ما هي، بجوز بدي يعني أتغير أنا في الأول، وهذه أهمية الصلاة هنا. عرفت كيف؟ بس ما في فكرة منافسة بين الأقانيم، بدي أشهد مع مين أحكي، لا 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 لا، ما في هيك. لما تحكي مع واحد حكيت مع الله كله، ما في ثلاث آلهة، وإلا منخربط هنا. أوكي. أظن هذا رح نتطرق لإله في الحلقات كتير القادمة باستفاضة يعني. في معنا كمان سؤال من الأخت ليالي. ليالي هاي ليلى وهاي ليالى، هاي مفرد وهاي جمع. لمجد الرب كل شيء. الدكتور اليوم تعرفنا عن شغف الرب وشوقه لحتى نعرف ذاته الإلهية، وهذا امتياز لإلنا. بس كوني بشر بمعرفتي السابقة، بمحدوديتي، بثقافتي، كيف بدي أتقرب من هاي الذات؟ كيف بدي أعرف هذا الذات أو هذا الإله العظيم؟ هل لمعرفته
بيتطلب جهد، وإذا في جهد بدي أبذله لأعرف ذاته، شو نوع هذا الجهد دكتور إذا بتريد؟ أوكي. ذكرت الضعف اللي إحنا فيه، عالم الألم الذي نحن فيه، عالم الظروف الصعبة والغير متوقعات التي تصادفنا في الحياة، كيف وبعدين عنا الله الحقيقي وكل ما يقول الناس عن الله بحق أو بغير حق وهكذا. لأن في الإيمان المسيحي بيعلمنا إذا بده يكون عنا رجاء وشجاعة وسلام بدنا ننظر ثلاث نظرات، في نظرة للخلف ونظرة للأمام ونظرة للداخل. أوكي، نظرة للخلف ونظرة للأمام ونظرة للداخل. لما نقول نظرة للخلف عم ننظر للتاريخ، الله أتى إلينا صار مثلنا، أمين، وليس ذلك فقط، أخذ مكاننا، صار مثلنا ليأخذ مكاننا في التاريخ، شيء حصل. تعرف شو هذا؟ هذا خبر مفرح. أنا فهمت ولا ما فهمت، هذا صار، هذا تاريخ، أوكي، هذا ما حصل في الماضي. والآن بناء على ما حصل في الماضي، الآن كل خطاياي، لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح، ولبسنا بر المسيح. هذا الآن مكانتك أنت، مش إيش بيحكوا الناس ولا شو أنت بتحكي عن نفسك ولا حتى شو أهلك بيحكوا عنك، مكانتك أنت شو هو بيحكي عنك، واللي بيحكيه عنك الله الآب يراك، يرى بر المسيح فيك. آمين. هذا أنت. أوكي، هللويا، أمين. هذا ما نحن. مرات الناس بتنتقدنا بنزعل على الفاضي. تعرف ليش بنزعل على الفاضي؟ لأنه بننسى إنه نحن كتير، أولاً ننسى إنه نحن كتير أسوأ مما هم بيحكوا. إذا تطلب إنه المسيح يموت لأجلي معناته أنا كتير سيء، فخليني أتواضع، ما أزعل كتير الناس بيحكوا علي. اثنين، كمان ما أنهار، أرفع رأسي لأن أنا لابس بر المسيح، يحكوا اللي بدهم إياه، حقيقتي أنا لابس بر المسيح، ولما آمن بهاي بصير أنمو نحو هذه الصورة التي لي في المسيح. هاي مبنية على الماضي. شوف كل هذا صار أنا معيش خبر، كل هذا صار أنا لسه مش عامل ولا شيء، بس أخذته بالنعمة. أوكي، لاحظ نحن لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. شو الناموس بيقول؟ أنت أعمل، أنت ساوي، ما تعمل، شو أعمل. شو النعمة بتقول؟ هو عمل، هو عمل، هو عمل، هو عمل، دائما هيك. هاي النعمة، مش أنا شو أعمل، شو هو عمل باستمرار. هذا الماضي، نظرة إلى الخلف. أوكي، الآن نظرة للأمام. شو الأمام؟ المسيح راح يرجع مرة تانية. هاي جزء من الإنجيل على فكرة، أنا بحكي أنا رسالة الإنجيل، هاي المبادئ الثلاثة مش الأربعة، رسالة الإنجيل. أوكي، الإنجيل شو بيحكي؟ يوم من الأيام المسيح راح يرجع، ساعتها راح تحط قدماه على جبل الزيتون وراح يرجع، راح يرجع الحق لأصحابه في دينونة. الآن راح يرجع ديان وليس مخلص مثل السابق، ماشي، وراح يضبط الأمور، ما عاد في شر الآن، وهو سيحكم في بر. مش بس هيك، راح يعطينا أجساد ممجدة، هللويا، ما راح يكون عندنا أجساد، هذا في المستقبل، راح جايينا أجساد لا بتعرف الألم ولا الموت ولا الحزن ولا العزل، جايين هاي إلنا أجساد مقامة على صورة جسد مجده. عرفت كيف؟ زي ما هو قام راح نقوم، وراح نبقى نعرف بعض بأجساد ممجدة. الأخ حسام مع جماله هل راح يكونوا كتير أجمل من هيك؟ سلام، بكمل كمان راح نعرف بعض، راح نكون قاعدين هاي القعدة غير شيء، شكل مش معقول إلى الأبد على فكرة. أجساد، وراح يكون في سماء جديدة وأرض جديدة. تعرف هي بنحكي عنه خلف الباب كمان شوي، على الطريق لسه جاي. هذا المسيح أمن، عذاب المسيح كله عشان يأمن لنا هاي، ماشي، هاي نظرة المستقبل. أوكي، فإذا نظرة للماضي، دائما نظرة للماضي، نظرة للمستقبل، الآن نظرة للداخل. شوف أقول لك، إذا أنت آمنت في المسيح ما بتبقى زي أول. اللي كما متنا مع المسيح نقوم معه في جدة الحياة، بصير طبيعة جديدة فينا، إشي لا يصدق. فبقول زي ما وعد أرميا عن العهد الجديد، أضع روحا جديدة في داخلكم وأضع روحي في داخلكم. فإذا عندنا روح جديدة وروح الله ساكن فينا، ما عدنا زي أول. هذا اللي بولس بقول، أنا صرت إنسان جديد. ما عاد المشكلة ننسى، إحنا عندنا النسيان، هاي مشكلتنا.
فخليك هناك، صار لك طبيعة جديدة. أنت ملاحظ لحد هلأ نحن مش عاملين ولا إشي، ولا جهد ولا نتفة. نعم ماشي. نعم. شو هو عمل في الماضي، شو راح يعمل المستقبل، وشو عم بيعمل فيه اليوم. بس إيش تحتاج عمر حتى هذه الحقائق تتغلغل في قلبك وفي روحك وتصير تترجم بحياتك وقراراتك وعلاقاتك وذهابك وإيابك. بدك تتدرب باستمرار، مش إنك سمعتها وتروح خلاص آمين. بدك تتدرب. ليش أنت زعلان اليوم؟ وين سلامك؟ هل هو بتصفيق الناس إلك والإنجاز ربما، ولا هل هو في بر المسيح؟ أنت ليه زعلان؟ شو المهم عندك؟ الغنى والجاه والإنجاز، ولا شو المسيح عمل لأجله؟ سكنوا فيك، روحه الساكن فيك، شو المهم؟ المشكلة لما يصير إشي تاني مهم عنا ننسى الإنجيل. ليش نحن بنخطئ كمؤمنين؟ ننسى الإنجيل، ننسى شو هو عمل، شو راح يعمل، شو عم بيعمل هلأ، ننسى الإنجيل. فبدها تدريب مستمر إنه نأخذ الإشي. ولما المؤمنين في المسيح الحاملين اسمه ينسوا الإنجيل، بيعيشوا كأنه ما في إنجيل، هتدبرها مع غير المؤمنين. نعم، يكون عثرة مشكلة. نعم. اوكي، فاذا بتقولي شو الجهد، شو الجهد؟ انه بس الجهد. تعرف شو الله ما بدياك تصارع مشان تنجز، بدياك تصارع مشان تآمن. امين. بس خذ اللي إلك، هذا الصراع مش مشان تنجز، بس تاخذ اللي إلك. امين. هذا شكرا جواب دكتور. طويل لسؤالك، ربنا يبارك. شكرا كثير. هذا شيء مشجع. امين. ومحفز لنا انه الثالوث وحتميه الثالوث بتساعدنا نسلك بقوة قيامته. أمين. في جدة الحياة. أمين. وبجوز هاي الحلقة دكتور خلصنا المقدمة لسه مقدمة صح. وأنا بعرف إنه أنت عملت كتاب عن عن الموضوع، تحكي لنا شوي عن الكتاب. هذا مزبوط، كتاب عن الآب والابن والروح القدس. هو كتب بطريقة أكاديمية شوي، يعني طلاب كليات اللاهوت، بس ممكن أي شخص يستفيد منه. هلا عم نعمل نسخة أخرى أبسط فيها صور أكثر لعامة الناس، بس إذا بدك كثير من المعلومات اللي عم نحكيها مكتوبة في هذا الكتاب. عنوان الكتاب الآب والابن روح القدس إله واحد آمين، والعنوان الثانوي هو ضرورة التعددية في الوحدانية الإلهية. يعني إحنا بالبرنامج عم ناخذ كورس لاهوت كامل. يعني إن شاء الله إن المهم تكونوا فاهمين، يعني إن شاء الله يكون مبسط بحيث يغير الحياة. يعني هذا اللي عم نحكي، هذا الثالوث كله عم نحكيه ثالوث. أوكي. فإذا دكتور يعني عرفنا ليش الحاجة لهاي الدراسة، وحكينا عن خمس نقاط، وحكينا إنه الثالوث له دور هام في حياة اليوم. ممكن بجملة أو جملتين تحكي لنا وتحكي لأعزائنا المشاهدين إيش هذا تأثيره على حياة اليوم؟ أوكي، أنا بحب المشاهدين يشوفوا هذا الشكل، لأن نحكي عن العبادة المسيحية. أوكي، هاي خلاصة اللي عم نحكيه لحد هلا. العبادة المسيحية باختصار هي الله في علاقة سرمدية، أوكي، الآب والابن روح القدس. هاي العلاقة تتدفق إلى علاقة الله معنا، والنتيجة بيكون عبادتنا. أوكي، هاي باختصار، هاي العلاقة تتدفق إلينا في علاقة معنا، والنتيجة عبادتنا. هلا المشكلة وين؟ إحنا عبادتنا محصورة في إيش عمل إلي في علاقته معي، شو سوالي وشو عملي. لكن الله بنادينا أنه نعبده في هذا أيضا، في العلاقة كما هو في ذاته سرمديا. فنعبده لشو عملي، وثم نعبده يا الله أنت رحوم إلى الأبد رحوم، أنا بعبدك أنت هيك، ما راح الدنيا تتغير، الدنيا في أمان، أنت صاحب السيادة. عم بعبد صفاته كما هو سرمديا. وهذا لما أنا أكتشف هذا، بدأ اختبار الروح القدس فيك كمؤمن، بصير هذا يولد القوة والسلام والمحبة والتغيير الهائل في حياتك لما تدخل لالله في ذاته، وهذا اللي عم نحكي عنه. أمين. شكرا دكتور. أمين. بتمنى أعزائي المشاهدين إنه يكون الفترة الأيام القادمة مليانة بالعبادة المبنية على من هو وليس فقط تعاملاته. شكرا دكتور. اسمح لي أشكر أعزائنا الجمهور اللي كانوا معنا، وأشكر أعزائنا المشاهدين. ومرة تانية بذكركم إذا كان عندكم أي أسئلة أو استفسارات راسلونا على العناوين الظاهرة على أسفل الشاشة. ومرة أخرى بحكي لكم البرنامج رح يعرض ورح يكون موجود على اليوتيوب. رب معكم، بتمنى لكم أيام مليانة بعبادة حقيقية لصفات الله ليس فقط في تعاملاته. والرب معكم.